بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وفاء الشمري من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، أخصائية مكافحة عدوى، ماجستير في إدارة سلامة وصحة الغذاء. بتكون المحاضرات تسجيل فيما يخص معايير مكافحة العدوى في الخدمات التغذية والغذاء في المستشفيات. بداية، يهمنا الهدف الأساسي لهذه المعايير وهذا البرنامج في وتطبيقها في الخدمات الغذائية. الهدف الأول هو توفير ممارسات وسياسات خاصة وموحدة للخدمات الغذائية حتى نتمكن من منع انتقال الأمراض التي تسبب التسمم الغذائي. ثانيا، تقديم مبادئ وتوجيهات من مكافحة العدوى لموظفي الخدمات الغذائية في المنشآت الصحية. ثالثا، توفير جميع الإجراءات والمراقبة وآلية لضمان جودة الغذاء والتقليل من مخاطر انتقال العدوى من المرضى أو إلى المرضى والموظفين والزوار. تعريف عندنا فود هاندلر، يعني هنا الشخص الذي يتعامل مباشرة مع الأغذية المغلفة والأغذية الغير مغلفة، أو مع الأدوات اللي تكون في المطابخ، مع أدوات التقديم اللي تقدم فيها الأغذية، أو ملامسة للأسطح، أو يعني يكون يلامس الغذاء سواء فواكه أو خضروات وتكون مكشوفة، أو اللحوم أو الدجاج المكشوفة، وخاصة إنه يكون فيها يتطلب منه الفود هايجين، تنظيف الأيدي أو نظافة، استخدام نظافة الأيدي. الفود سيفتي هو نظام علمي يصف التعامل مع الطعام وأعداده وتخزينه، كيف يخزن، كيف يعدونه، كيف يقدم للمرضى، تكون هناك عمليات أو بروسس متتالية بحيث أنها تمنع انتقال المرض. فود بورن ديزيز، حدوث الفود بورن ديزيز يعني أي مرض يكون ناتج عن تلوث الغذاء. هذا يعني يكون مثلا عندنا أشخاص أصيبوا في تسمم غذائي، فنقول لهم هذه أن الحالة هذه صار فيها التسمم عن طريق الغذاء، أي غذاء قدم للمرضى لا سمح الله أو أي شخص ويكون ملوث. فود بورن ديزيز أوتبريك، هذه حدوث حالة أو حالتين من مرض مماثل، وتكون حالات متشابهة، مثلا يكون عندهم تسمم في وقت واحد وفي مكان معين في المستشفى، يكون عن طريق تناول دواء أو عن طريق تناول غذاء. فهذه يعني إذا كانت عندنا حالات متماثلة حالتين أو أكثر إحنا نقول عنها أوت بريك، يعني تفشي وبائي. Hazard Analysis and Critical Control Point Principle، فهو نظام الحساب فيما يعرف في جميع المستشفيات اللي تطبق الفود سيفتي، وهو نظام يصف لنا جميع النقاط الحرجة اللي تكون نقاط حرجة أو خطرة، يقيسها لنا وتكون عن طريق عمليات وتتبع وإجراء ومعرفة الأماكن هذه، الأماكن الحرجة أو النقاط الحرجة الخطرة في المنشآت الصحية وخاصة في الخدمات الغذائية. يكون لها متابعة ومراقبة وتشيك ليست. عندنا الـ IPCD Infection Prevention and Control Department، هي الإدارة أو قسم مكافحة العدوى في المنشآت الصحية. Toxin Poisoning، هنا جزئية هي ما يعرف بالجزيئات الصغيرة من البروتينات أو البيبتيدات، وتكون لها قدرة على إحداث أو نقل المرض مجرد ملامستها لأنسجة الجسم أو امتصاصها وتتفاعل بيولوجيا، وهذا فيما يعرف في التوكسين أو التسمم. هناك مبادئ للوقاية والتعامل الآمن مع الأغذية، ذلك عن تطبيق معايير مكافحة العدوى في الخدمات الغذائية، هو التقليل من مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء من خلال تخزينها أو التعامل معها أو تقديمها التجهيز الكامل.
وده لابد أن تكون هذه الاستخدام أو هذا التعامل امتثال للمعايير الصحية الدولية أو تطبيقها، مثل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة كما ذكرناه في الشريحة السابقة وهو ما يسمى نظام الحسد. ثانيا تصميم المستشفيات وتشييدها، ومن بداية التصميم لابد من مشاركة الإدارة العامة لمكافحة العدوى فيها، حيث يكون لها رأي في هذا النطاق. كبعض المسؤوليات والالتزامات في الإدارة العامة للخدمات الغذائية في المنشآت الصحية أنها تكون مطبقة لمعايير مكافحة العدوى ومدربة جميع الموظفين على هذه المعايير وعلى الإجراءات وعلى كيفية التعامل مع الأغذية بالطريقة الصحيحة وكيف تقديم الغذاء وفقا للمعايير المطلوبة أو نظام الهسب كما ذكرناه سابقا. Infection Control Team طبعا هنا ما هي مسؤولية مكافحة العدوى أو إشراف مكافحة العدوى في الخدمات الغذائية؟ مراقبة وكتابة تقارير، هل جميع الموظفين فيها هم مدربين على معايير مكافحة العدوى أثناء التعامل أو التخزين أو التقديم للغذاء؟ هل يكون في بروجرام خاص أو برنامج خاص للموظفين من قبل التعامل بين مكافحة العدوى والموظفين الخدمات الغذائية؟ ولابد من استمرارية هذه البرامج والتعليم والتدريب على كيفية تنظيف الأيدي وغسلها، كيفية تعقيم الأدوات، كيفية تطهيرها، قياس درجة الحرارة المكان كامل، حتى بعض الميكروبات أو البكتيريا تكون في درجة حرارة تعشق أنها تنمو أو تعيش فيها، فلا بد أن لا تكون رطبة جدا أو لا تكون حارة جدا أو لا تكون باردة جدا، لا بد أن تكون ممتثلة لبعض درجات الحرارة وفقا لمعايير مكافحة العدوى. مراقبة الموظفين عن البيرسونال هايجين، النظافة الشخصية، طرق التعديل إعداد الغذاء وكيفية تخزينه وإيش الأيتيمز المستخدمة، كيفية كما كذلك كيفية انتقال أو نقل الأغذية للمرضى، الفود كونتينر هذه كيف يكون الحفاظ عليها وكيف مراقبة تنظيفها ودرجة حرارتها ومتى تكون جاهزة أنه يقدم فيها الطعام أو يحضر فيها الطعام. عندنا handling of reuse of waste disposal، لازم تكون هناك مراقبة على النفايات وإيش الحجم أو الكونتينر أو المقاسات المطلوبة في داخل المنشأة، كيفية لبس البي بي إي الملابس الوقائية الخاصة في المنشأة الصحية داخل المطابخ، يعني تختلف الملابس الوقائية، فهناك ملابس خاصة للطباخ وملابس خاصة للموظفين الذين يعملون فيها، فهنا يكون إشراف من مكافحة العدوى على هذه السياسات، هل هي مطبقة أم لم تطبق؟ The main principle of prevention of food, safe food handling based on the area are the following. عندنا مناطق خاصة أو أماكن خاصة في الخدمات الغذائية في استلام الغذاء ومنطقة تخزين الغذاء، وهذا يعني كل مكان له آلية وتعامل خاص وله معايير خاصة. مثلا لما نأتي عندنا receiving area هي منطقة استلام الغذاء، أنا لما أستلم الغذاء لازم تكون هناك معايير خاصة باستلام الغذاء، الشركات اللي إحنا متعاملين معاها اللي تصدر لنا تورد لنا الغذاء كيف سمعتها، كيف الانسبكت اللي تكون هل هي متبعة للأنظمة والمعايير الدولية. طبعا هذا الشيء يهمنا كمنشأة كيفية التعاقد معها، نختار الأكل أو الغذاء أو جميع المنتجات الغذائية الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم والأسماك على تكون في معايير خاصة لها، كيفية تخزينها. طبعا عندنا
بعض الأغذية لابد أن تكون استلامها مثلا مجمدة، فهنا نحتاج نعرف درجة حرارة معينة أثناء الريسيفينج أو أنه إحنا أخذناها استلمناها. بعض الخضروات لما أنا أكون في ريسيفينج إيريا جتني استلام للخضروات والفواكه الآن، لابد أني أنا أشيك عليها ومن ضمن معايير مكافحة العدوى التشيك عليها، وأتأكد أنه مثلا عندنا الباكجاني في حبة مثلا فيها عفن أو تالفة، طبعا أنا على طول أسوي ريكول وأتلف الباكج كامل. مثلا عندي لو كانت تفاحة خربانة أنا كل الصندوق التفاح ما أستلمه، عندي طماطم لو شفت طماطم فيها عفن بسيط أنا ما أستلم الصندوق كامل. فهذه البروسيس وفقا لمعايير مكافحة العدوى. عندنا كيف التشيك عن درجة حرارة المكان، طبعا أنا ريسيفينج إيريا أنا لازم يكون في درجة حرارة معينة، يكون في جدول معين لما أستلمها تكون تحت درجة حرارة معينة، فهذه كلها تكون موضحة لكم في الدليل الإرشادي، وفي كمان درجات الحرارة في جداول معينة. Storage area هي منطقة التخزين، تكون فيها درجة حرارة الثلاجات تقاس يوميا وتراقب، وفي جدول خاص موجود لكم في الدليل الإرشادي، جدول خاص في درجات الحرارة من كم إلى كم تقاس، وكل شفت كم يكون الفترة بينهم وقياسها، لازم تدون ويوقع فيها اسم المسؤول واسم المشرف. الفود الكونتينر لابد أن تكون أي فود يعني للحفظ، مثلا إحنا عندنا أدوات أو علب للتخزين الرز والطحين والسكر، لابد أن تكون مكتوب عليها من الأمام أنها موضحة، والإكسباير دين تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، ومجرد أنها ما تفضى لابد أنها تغسل وتجفف. إحنا نحتاج إنه حماية جميع الفود من الـ cross contamination، إنه ما يكون فيها أو تكون فيه قابلية لو احتمال بسيط لانتقال العدوى سواء من في المستودع أو عن طريق درجة الحرارة. لابد أن يكون في هناك عزل في اللحوم، إذا كانت اللحوم الحمراء أو البيضاء كيفية استقبالها، كيفية حفظها، كيفية غسلها، كيفية فصلها عن بعض. ما أنا أستخدم نفس الوعاء لغسلها وتنظيفها قبل التحضير اللي هو نفس الوعاء اللي يكون مثلا اللحم نفس الدجاج أو نفس الخضروات، لابد هناك يكون عزل أو يكون أدوات أو حافظات للغسل مجزأة ومنفصلة. الخضار تغسل لحالها، الفواكه تغسل لحالها، وتكون يعني مشيكة ومراقبة من ناحية صلاحيتها. الفود الجاهز يختلف عن الفود اللي احنا نستقبله يعني خام، ما هو مجهز، ما هي أدوات معلبة ولا هي مواد غذائية معلبة. فأنا هنا أكون يعني حريص أكثر كيفية مراقبتها قبل لا تنطبخ، هل هي صالحة إنها تنطبخ؟ زي ما وضحنا إنه أي كونتينر إحنا استلمناه أو أي صندوق لازم نفحصه علشان ما يعطينا إتلاف ويسبب لنا لا سمح الله كروس كونتامينيشن أو نطبخ أو يصير فيه تسمم غذائي، وتكون مسؤوليتنا إحنا ك ستاف موظفين في الخدمات الغذائية. عندنا في الرفوف التخزين في المستودع أو المخزن الخاص بالأغذية، طبعا يكون الامتدادة إلى السقف يختلف عن الامتدادة إلى الأرض، فهذه إحنا نحتاجها إنه يكون المساحة من نهاية نفس الرف إلى السقف 6 إنش، معليش، من نهاية
مو سقف عندنا في الأرض، يكون ملامسة للأرض، ما يكون يعني لا قريب للأرض، لازم يكون بعده عن الأرض 6 إنش، وعندنا بعده عن الجدار، السقف الجدار يكون 2 إنش. هذا للتوضيح فقط. طبعا هناك في الدليل الإرشادي تفصيل كامل عن هذه الآلية وعن المخازن وكيفية تصميمها وكيفية وجودها وكيفية الأرفف بالتفصيل الشامل. عندنا لما نحفظ الغذاء لابد يكون تحت درجات حرارة معينة، كل غذاء وكل إذا كان عندنا الأدواء الأغذية المجمدة والأغذية المبردة لها درجات حرارة مختلفة. أنا بأتكلم عن بعض الأشياء اللي إحنا نحتاجها في المطابخ. أولا المطابخ لازم نكون تصميمها يختلف عن أي مكان ثاني. إحنا لما نجي ندخل المطبخ لابد في تصميم معين، من خلال ذلك إحنا نعرف لما يكون المخزن مواد الجافة يختلف عن المستودع للمواد الكيميائية والمواد التنظيف. فهذا إن شاء الله في الشرائح القادمة راح يكون في شرح مفصل عن كيف تقسيم هذه الأشياء. Storage of food items، إنه دائما لازم المكان اللي يكون في الستورج دائما يكون dry ventilated، تكون منطقة جافة موجود فيها جميع الأدوات الأجهزة الموجودة، لابد أنها تكون مسجلة فيها تاريخ الانتهاء وتاريخ الإنتاج. وطبعا أننا أي شيء يدخل المستودع يفضل لا يدخل في كراتين، يعني من الأشياء المحظورة أنها تكون التخزين في الكراتين. التصميم مثل ما شرحتكم في الشريحة السابقة أنه يكون هناك تفصيل شرح مفصل في الشرائح القادمة عن تصميم التخزين وتصميم الغرف، تصميم غرف التخزين الخاصة في المواد الكيميائية والمواد الجافة، المواد الغذائية الجافة. دائما ابتعدوا عن استخدام الأغذية المنتهية صلاحيتها، دائما نسعى أن تكون الأغذية كلها منتجة إنتاج قريب، وفي فترة معينة تكون مثلا من الربع الأول من الشهور الأولى من الإنتاج، حتى يعني نتلاشى أو نتحاشى دخول الأغذية عن طريق دخول التسمم الغذاء عن طريق الأغذية أثناء طبخها أو أثناء إعدادها. الفود الجافة دائما دائما يعني يفضل إنه تكون الرفوف مرتفعة ارتفاع خاص عن الأرض، تقريبا at least 6 إنش، وتكون من ملامستها للأسقف هذا الكابينت، نفس الكابينت اللي نحفظ فيها الأغذية، تكون 18 إنش. درجة الحرارة لابد إنه المشرف في الخدمات الغذائية، فهناك ناس مخصصين إنه يخصصهم المشرف في الخدمات الغذائية لقياس درجة الحرارة ومراقبة المكان، وطبعا يكون في جدول خارجي إنه أنا شيكت درجة الحرارة ودرجة الرطوبة الخاصة في المستودع، درجة إذا كانت مثلا ثلاجة كم تكون درجة حرارة الفريزر، كم تكون درجة حرارة الثلاجة العادية، أيا كان مخزن أو مستودع موجود. طبعا هنا جدول توضيحي يوضح لنا نوع الغذاء أو نوع المواد ودرجة حرارة تخزينها وكم مدتها تكون. أول عندنا تكون درجة الحرارة للفود اللي تحتاج تبريد تكون من 0 إلى 5 درجة مئوية. عندنا الخضروات والفواكه تكون درجة حرارتها فوق يعني من 10 فما أعلى، من 10 درجة مئوية فما أعلى. عندنا الغذاء المجهز
انه جاهز، فقط يحتاج انه تبريد وبعدين يكون يحضر، مثل عندنا الكاستر دي الاشياء البارده هذه المبرده، تكون درجه حرارتها درجه الحراره العاديه، الحفظ العادي من 0 إلى 5 درجة مئوية. عندنا حفظ الاشياء او المواد الغذائيه الجافه او المعلبه، يعني اللي تحفظ وتخزن في المستودعات، تكون درجه حراره المستودع من 18 درجه مئويه إلى 25 درجة مئوية. عندنا البيض درجة حرارة حفظه 5 درجة مئوية إلى 4 أسابيع، يعني أنا لما أجيبه من تاريخ الإنتاج أقدر أحتفظ فيه إلى 4 أسابيع تحت درجة حرارة هذه. عندنا صيانة الثلاجات، كيف يكون درجة حرارتها أثناء الصيانة؟ تكون من يعني درجة 5 درجة مئوية أو بلو يعني أو أقل. الفريزر تكون درجة الحرارة من 18 درجة مئوية، تكون متابعتها كل 4 ساعات، مثل ما قلت لكم ووضحت لكم في جداول خاصة لقياس درجة الحرارة من كل 4 ساعات، ويسجل فيها اسم المشرف واسم رئيس قسم التغذية ويوقعون كل شفت، لابد أن تكون هذه الإجراءات موجودة. كيف درجة حرارة الفود الغذاء أو التسخينة؟ تكون درجة الحرارة من 145 درجة مئوية إلى 63 درجة مئوية، يعني من 60 63 إلى 64. عندنا هذه الجداول تكون بالشرح المفصل في الدليل الإرشادي، وينصح لكم يعني مشاهدة الجداول اللي يكون فيها المونيتورينج والمتابعة أفضل ذلك. Preparation Area، أولاً بتكلم بداية عن تقسيم المطابخ أو الخدمات الغذائية في نفس المنشأة الصحية. طبعاً لازم تكون التقسيم صحيحة، وأثناء تصميم المستشفى يكون في تقسيم خاص عندنا. هذه هنا الصورة توضح لكم إيش التقسيم الصحيحة للمطبخ وكيفية وإيش المسارات. عندنا مثلا غرف التخزين، تكون غرفة تخزين المستودعات المواد الغذائية لحالها، وغرف المواد الكيميائية مفصلة لحال. عندنا هنا الميت والبورتري والفريش، هنا قسم غرفة مجهزة ومحضرة ودرجة حرارة موضحة للحوم للدواجن والأسماك، هذه تقسم من الأساس ويعني تكون بيسكلي أثناء التشييد. عندنا الكلينينج إيريا، عندنا مكان مخصص الأدوات التنظيف، أو تكون هناك الواشينج ماشين، أو يكون جزء كامل للدش ووشر، فتكون جزء كامل لها من استلام الأيتمز والصحون والمواد التي قدمت فيها الأغذية إلين ما يتم تجفيفها، ويكون هناك في رفوف خاصة للتجفيف، أو أنها تكون في الدش واشر، شيء خاص أنه ما تطلع من الدش واشر إلا أنها مجففة تجفيف تام، حتى ما تحفظ وتخزن في الدواديب الموجودة عندنا وتكون في مكان للرطوبة، وهذا يساعد على أنه يعني بيئة مهيئة للبكتيريا للنمو. عندنا في غرفة للسلطة، تقطيع السلطة وتجهيزها وتحضيرها وغسل الخضروات، وعندنا غرفة للمخبوزات، إذا كان بعض المستشفيات تكون فيها قسم خاص للمخبوزات، يكون هناك قسم خاص للمخبوزات، تكون هناك قسم خاص للكوكت إيريا، فكل شيء مجهز. طبعاً لا يخلو من وجود الهاند واشينج وفي كل مكان، وتكون محددة ومجهزة ومدربين عليها جميع الموظفين في المطبخ، سواء كانوا هاوس كيبر أو الشيفس أو الموظفين في خدمة التغذية والغذاء. طبعا هناك في إجراءات كاملة
كيف لما تستخدم تستلم منطقة في منطقة للتسليم ومنطقة للتبريد ومنطقة للتخزين ومنطقة للطبخ. فهذه كلها لازم يدربون عليها جميع الموظفين داخل هذه المنشأة، خاصة في قسم التغذية الخدمات الغذائية. طبعا زي ما وضحنا أنه هذه الغرف تكون مقسمة والتصميم مقسم، لابد أن هناك تكون درجات حرارة متفاوتة. يعني أنا لما أكون في الكوكت إيريا طبعا هناك درجة حرارة معينة، فحتى هذا الشيء موجود عندنا في الجايد لاين، في الدليل الإرشادي يوضح لكم بالتفصيل والشرح المفصل أنه كيف مراقبة وكيف أخذ درجات الحرارة. هنا توضيح للألوان وللوح التقطيع. دائما دائما لا نستخدم لوح التقطيع مثل الخضروات والفواكه مع لوح تقطيع الدجاج أو مع لوح تقطيع الساندويتشز. فهنا يوضح لك كل كلر، يعني كل له كود معين وكل لون له كود معين، إيش أستخدم فيه أو إيش أقطع عليه. عندنا اللحوم، تكون عندنا اللحوم الغير مطبوخة لونها أحمر، عندنا الدجاج لون اللوح التقطيع يكون أصفر، عندنا الكوكت ميت، عندنا اللحوم المطبوخة تكون لون الدرجة إلى البني، الأسماك تكون درجة اللون الأزرق، عندنا الخضروات والفواكه الأخضر، عندنا الساندويتش والمخبوزات تكون لوح التقطيع أبيض، وكذلك في السكاكين. طبعا السكاكين أنا ما أستخدم سكين واحد مثل الخضار وأستخدم سكين ثاني أحطه للدجاج ولا للسمك أبدا، حتى السكاكين تكون سيبريتد أز ويل. عندنا هنا يتكلم في هذه الشريحة عن نقل الأغذية بعد التجهيز، أنا كيف أنقلها للمرضى وغرف المرضى. لا لازم أكون هناك في معايير خاصة. الكارت عندنا الترولي اللي يستخدمون فيها نقل الغذاء، طبعا لازم تكون في قسم حار وقسم بارد. فالقسم الحار والقسم البارد هذا لازم يكون مهيأ في نفس الكارت، في كل كارت. فأنا لازم أشيك عليها قبل نضع فيها الطعام المجهز للمرضى. أشغلها يحتاج كم أشغلها عشان تكون مجهزة وتكون حارة ساخنة دافئة، يكون هناك وقت معين قبل لا نضع فيها الفود. هل هي يعني تكون مجهزة، هل هي منظفة بعد ما كيفية تجهيزها كيف بيكون قبل وبعد لما أنا أضع فيها الطعام المجهز. لازم أشيك هل هي نظيفة، بعد ما خلصنا منها وزعنا الأكل للمرضى رجعناها ورجعنا الأكل، لازم بعد التفريغ إنها تنظف وتعقم وتطهر تماما. هنا بعد عندنا في المرضى الايزوليشن روم اللي في مناطق في غرف العزل تختلف الخدمة، هنا تختلف لازم تكون هناك التري، عندنا الكارت تكون مخصصة للمرضى دول، عندنا تكون البلاستيك لونها أصفر الباك، البيشنت إذا كان عندنا سواء تحت بريكوشن إن إيربور أو كونتاكت أو دروبلت، نعرف الإجراءات الاحترازية لما أدخل عليه. أنا ما أجد أدخل عليه مثلا اللي يوزع الأكل يدخل عليه عادي كأي مريض، لا هنا يكون أندر بريكوشن، فأنا أشوف البريكوشن وأحط البي بي إيز المطلوبة. طبعا هنا يقول لك if unsure of the isolation status of a patient the food served should verify with a nurse. Hand hygiene should be applied before and after handing food trays. طبعا هنا لازم تكون مراقبة من النيرس، يعني إذا أنا ما هو مصرح لي أنا أدخلها فتكون من النيرس هي مصرح لها في الدخول. لابد من الهاند هايجين في سواء داخل المطبخ أو خارج المطبخ قبل تجهيز الأكل وبعد تجهيزه وتجهيز الخدمة وبعد ما خلاص وزعناه على المرضى ونزلنا للمطبخ تحت. فهنا يفرغ أثناء التفريغ لازم أكون مهتمة في البيرسونال هايجين في الهاند هايجين وفي الكارتس نفسها كيف طريقة تعقيمها وتطهيرها.
فهذه من الأساسيات تكون تحت إشراف وتطبيق معايير مكافحة العدوى. هنا اتكلم عن الكواليتي اند التمبريتشر، الكواليتي في جودة الأغذية وجودة الماء، الدرين حقت الفلور، التسليك، التصميم، المواسير تهمنا، كيف انها تكون مهيئة لنفس المنشأة، كيف تكون متابعتها وقياساتها وتتبع درجة الحرارة في كل جزء، مثل ما ذكرنا في التصاميم أن كل منطقة لها درجة حرارة معينة، فأنا هنا لازم يكون لي كواليتي معينة، جودة معينة، كيف أنا أتبع وأشرف على المكان هذا. إذا كان عندي المكان فيه احتاج إني تمديد للماء، فأنا هنا أعرف البايبس نفسها، هل هي مجهزة، هل ما فيها يعني انسدادات، كيف نتحاشى الانسدادات والروائح، فهذه كلها تحت إجراءات معينة وتتبع معين ينطبق عليه مع وفقا للمعايير مكافحة العدوى. ويست مانجمنت يعني إدارة النفايات في هذه المنشأة وتحديدا في الخدمات الغذائية أو في المطابخ. طبعا النفايات لازم تكون في صناديق معينة ومحددة ومخصصة لهذه المنشأة أو لهذا القسم، لابد أنها تكون مقاومة ضد المياه، غير قابلة للكسر، مغطى، تكون مغطاة كل الأوقات، يعني ما تكون مفتوحة نص، لا أبدا. إحنا في مكان سهل فيه أن تكون البيئة ملائمة لعيش الميكروبات فيها، أنه يكون فيها طبخ وفيها رطوبة، معرضة للرطوبة، معرضة للطبخ، معرضة لدرجة حرارة عالية من الطبخ، فلا بد أن تكون all the time is covered. عندنا مستوى النفايات، أنه في مستوى أنه يكون 3/4 أنه يشيك المشرف في هذه المنشأة، يشيك أنه 3/4 لازم خلاص يفضى هذا الكونتينر. الايزوليشن روم، غرف العزل، لازم تكون حوض النفايات يكون فيها لونه اصفر، نتاكد من هل هي الكونتينر بعد ما فضيت هل هي مطهره معقمه، زي ما قلت انها لازم تكون انها يعني ضد اي شيء، يعني ما يخليها تكون سهلة لنمو البكتيريا أو أنها سهلة لتساقط النفايات منها، أو أنها لابد أن تكون محكمة بالإغلاق. Pest control، لابد من وجود هناك خطة لمكافحة الحشرات والقوارض، ومتى يكون تنفيذها وتفعيلها، طبعا هذا كله يكون مع مكافحة العدوى وأنه مواكب لمعايير مكافحة العدوى. الاطلاع على المستندات إذا كان هناك خطة، والتأكد من وجود الوثائق الخاصة بالشركات المتعاقدين معها إن كان هناك، كل متى تكون دورة المبيدات أو المبيدات، هل هناك نتيجة فعالة في استخدام هذه المبيدات وتمت السيطرة عليها، لابد أن نشيك على الأشياء هذه وتأكد من جميع الصيانة الكاملة لهذه الخدمات الغذائية والأشياء اللي تساعدنا على إبادة هذه ومكافحة هذه الحشرات. Services staff، لابد أن يكون تعاون مع مكافحة قسم مكافحة العدوى الممارسين، تدريب الستاف، تدريبهم وتعليمهم، لابد أن نتأكد من الشركات المتعاقدة مع هذه الخدمات الغذائية أنها مطابقة لمعايير مكافحة العدوى واللوائح العالمية لسلامة الغذاء. طبعا هناك بعض الريجوليشنز لابد ان يتبعوا، استراتيجيات لابد ان يتبعونها، انه ممنوع الاكل والشرب داخل المنشأة، ممنوع التدخين، طبعا لابد ان هناك اماكن خاصة لهذه الاشياء، فلابد الاحتراز واخذ الحيطة والحذر ومن
التصرفات هذه، ولابد أن من منع جميع الموظفين وتعليمهم وتدريبهم وتتبع هذه الإجراءات. من ضمن المواصفات الخاصة في خدمات الغذاء أنه إذا كان هناك في بعض المنشآت الصحية الفندر ماشين، فلابد أنه كيف تكون صيانتها، كيف تكون متابعتها، كيف يكون إشراف عنها، طب إشراف إشرافي إشراف عنها. طبعا هذا كله يكون من الممارسين في مكافحة العدوى في هذه المنشأة. لابد يكون هناك تعاون مع الموظفين الخدمات الغذائية. طبعا في جداول في الدليل الإرشادي ننصح بمشاهدتها أو قراءتها. طبعا توضح لكم كيف التتبع لهذه الآلات. طبعا عندنا تطبيق نظام الهسب، لابد من تطبيقه حتى نضمن سلامة الغذاء، ونضمن انه لا يكون عندنا اذا احنا مشينا على هذه البوينتس وهذا التحليل الكامل ما يكون عندنا طريق للتلوث او التسمم الغذائي عن طريق الغذاء. فيه طبعا في المنشأة دائما ما يصرح للدخول فيها إلا من له الصلاحية، من هو موظف في هذه المنشأة، وما يدخل فيها إلا بيكون في permission، في إذن. وطبعا دخوله وخروجه طبعا تكون في احترازات خاصة وهناك استراتيجية خاصة. غسل وتعقيم الأدوات المستخدمة في تحضير وتجهيز الأغذية. عندنا أدوات خاصة يكون لها طريقة معينة لغسلها وتجفيفها. عندنا المانوال ووشينج، إنها تكون المصل العادية الأحواض، فكيف يكون هناك آلية معينة توضح كيفية استخدام المنظفات في إذا كانت استخدامها يدوي. عندنا المانوال ديش ووشر، عندنا نفس الديش ووشر الجهاز التنظيف الكهربائي. في المونيتورينج الديش ووشر هذا يكون فيه جداول وفي درجة حرارة معينة تجهز وتحضر وسهلة في الاستخدام، حتى اني بحيث انه يستخدم بنفس الوقت يستخدم فيها المنظفات الخاصة وتكون تحت درجة حرارة معينة. ففقط ما عليه انه يضع الشخص المختص في الدش ووشر يحط اليوتنسلز ويعني يختار درجة الحرارة ويختار كم الوقت، ومن حيث تكون البروسيس قائمة إلين ما يطلع الأدوات جاهزة ونظيفة وجافة وتكون إلى الرفوف المخصصة لها، حتى ما تساعد انه يكون في كراودد او تكون في تكدس في المكان نفسه. فهذه من الطرق جدا جدا ينصح فيها في المطابخ خاصة في المنشآت الصحية. طبعا كيف التحضير وتجهيز المواد المنظفة، طبعا هناك بروسس موجودة في الدليل الإرشادي توضح كم النسبة التي توضع، كم نسبة الكحول إذا نحتاج كلور، كم نسبة المنظف الصابون، فهذه كلها تحتاج إلى كميات معينة وموضحة في الدليل الإرشادي. عندنا مثل الآيس ماشين، وعندنا كيف صيانتها وكيف تنظيفها وكيف مراقبتها. هذه من الأشياء اللي تهمنا ممارسين مكافحة عدوى أو موظفين في الخدمات الغذائية. في بعض الآلات أو الأدوات الكهربائية التي تكون في المطابخ لابد أن تكون تحت إشراف تام من الموظفين في الخدمات الغذائية بالتعاون مع الانفكشن كنترول الممارسين. Prevention strategy for reducing the risk of foodborne disease should be considered. حتى نتحاشى أو نتلافى التسمم الغذائي لابد أن نركز على أشياء معينة.
اللي هي طبعا في بداية راح تكون عندنا الفود ليبلينج، طب المواد الغذائية تكون مدونة، تاريخ الإنتاج والانتهاء، هل هي مجهزة للتحضير أو تكون تحتاج أنها تجهز، اللحوم عند استلامها هل هي تكون من جهة معنية ومصرح في أني أنا آخذ من المكان هذا. طبعا في بروسس حتى اللحوم ما آخذ أي من أي مكان، لازم تكون مصدقة من البلدية وتكون مصرحة من البلدية. عندنا التسخين، لما يكون عندنا تسخين، التسخين السريع تكون درجة حرارة من 74 درجة مئوية إلى 65، لا عندنا درجة مئوية، أو تكون 165 في الفهرنهايت. تسخن 2 hours يعني. طبعا حتى نتحاشى أو نقلل من الإصابة في التسمم الغذائي، أو يكون المرض منقول، الأمراض تكون منقولة عن طريق الغذاء، فلا بد من تتبع وتطبيق معايير مكافحة العدوى في هذه المنشأة. طبعا هذه الشريحة هي تكمل الشريحة السابقة من الأشياء اللي تساعدنا على التقليل من نقل الأمراض، نقل الأمراض عن طريق الغذاء. طبعا عندنا مثل ما وضحنا أنه اللي يهمنا كمان التمبريتشر، درجة حرارة الكارت اللي الترولي اللي ينقلون فيها الطعام المجهز للمرضى. أثناء التوزيع، يعني أثناء التوزيع كيف تكون الآلية؟ أنا أعرف مين المرضى وأعرف مين وإيش الأقسام، مثل ما وضحنا أن كل له قسم وكل غذاء يجهز يكتب عليه أنه للمريض الفلاني غرفة رقم كذا، إذا كان محتاج حمية أو أكل بدون حمية وهكذا. إذا كان المريض طالع من الأوآر مثلا إيش يحتاج يجهز له، بعد كم ساعة يجهز له، إذا كان المريض بعد صيام إيش يجهز له. فهذه لازم تكون فود ليبلينج. عندنا فيه جدول في الدليل الإرشادي في قياس درجة الحرارة، وأنصحكم بالاطلاع عليه وأخذ نبذة مختصرة إنه كيف تكون المراقبة وكيف تكون درجات الحرارة من وإلى وكل كم ساعة أنا أكون مراقبتها. طبعا اللي إحنا يهمنا الديسبوزل يوتنسلز، يعني خاصة في الفترة الحالية ما في شيء يعني يسترجع، كل شخص يجهز غذاء أو تجهز للوجبة في استخدام واحد. عندنا الميلك فيت عند الكرتونز، هذه من الأشياء اللي إحنا نحرص عليها، وبالذات درجة الحرارة وكم إنتاجها ومتى يعني تتلف من الثلاجة. فهذه بروسس معينة لابد من الاطلاع عليها وتحمينا حتى ما يكون في كروس كونتامينيشن. طبعا الفود هايجين، عندنا يهمنا كيف الأغذية كيف تكون نظيفة، البيرسونال هايجين نفسه يعني ما تكون فيه بعض المجوهرات ملبوسة في اللي يشتغلون في الموظفين اللي يحضرون في الأجهزة في الأطعمة، لابد أن يكون ما فيه طلاء أظافر ولا يكون فيه جو يعني مجوهرات. من الأشياء الأساسية اللي تهمنا في البيرسونال هايجين أن يكون في لبس معين ولبس خاص، ننظر إلى أمامنا نموذجين، في نموذج خاطئ ونموذج صحيح، وطبعا الكل عارف النموذج الصحيح إيش يحتاج، يعني اللبس كامل هذا اللبس الأساسي في الموظفين في هذه المنشأة. خلاصة للمواضيع كلها ولحمايتنا الشخصية أولا وحماية المرضى وحماية كل من هم موجودين في هذه المنشأة، الهاند هايجين. طبعا متى يعني تكون الأوقات اللي أنا أستخدم فيها غسل اليدين؟ طبعا أول نقطة تكون من استلام الشفت، من يدخل المنشأة ويستلم الشفت، وقت الشفت يغسل يدينه. يعني مثلا يعني تشوف اليد كانت متسخة مو بشكل واضح،
عند التخلص من القفازات المتسخة، عن طبعا يقول يعني بعدها، بعد remove gloves يعني بعد التخلص من نفس القفازات العادية، قبل التعامل مع الفود وقبل استلام الفود لابد من غسلها، وبعد استلام التجهيز أو الانتهاء من استلام الأغذية، قبل غسل الأغذية مثلا عندنا الخضروات والفواكه أو الدجاج، قبل إعداد الغذاء طبعا. إحنا نقول بالمعنى العام قبل لا أبدأ الطبخة لازم أغسل يديني، بعد ما أخلص من الراو فود مثل المواد الخام هذه، مثل عندنا الميت واللحوم والدجاج والخضروات والفواكه، وأثناء يعني أثناء إعدادها. عندنا after buzzing a table، عندنا after contact with the unclean equipment and work surfaces، عندنا after contact with soiled clothing and wash clothes، after using the restroom. وطبعا الأهم أن كل شخص يحس بالأمانة الخاصة والنظافة الشخصية، وهي من تعاليمنا بالدين الإسلامي حثنا عليها، يعني شيء ما هو شيء إجباري بقدر ما يكون هو شخص يمثل الشخص نفسه، النظافة تمثل الشخص نفسه. هناك إجراءات خاصة وضرورية للعاملين والموظفين في الخدمات الغذائية، تحتاج اختبارات طبية، اختبارات تحاليل مختبرية، لابد من التأكد من وجودها، وخاصة من الانفكشن كنترول ديبارتمنت سوبرفيشن، لابد انه يكون في اشراف منها، من الموظفين نفسها رؤساء الاقسام هذه الخدمات الغذائية. اولا كلينيكال اكزامينيشن، اشعة للصدر، عندنا الستول اناليسيس اند كلتشر، لابد اخذ كلتشر وتحاليل طبية، تطعيمات، هل إيش أنواع التطعيمات الموجودة؟ طبعا هذه كلها موضحة بالتفصيل في الدليل الإرشادي، وإيش التطعيمات الضرورية الموجودة، مثل عندنا تطعيمات الهيباتيتس A وعندنا هيباتيتس B، لابد أنه يكون مطعم منها وماخذ الفاكسين كامل. بعض الملاحظات اللي يلاحظها مثلا بالموظفين، أنه في أحد الموظفين أثناء العمل أو أثناء الشفت يوجد له اصفرار في العينين أو اصفرار في الوجه، عنده ألم في المعدة، لابد أنه يتوقف عن العمل مباشرة ويبلغ رئيس القسم ويطلع فيه إلى ما يتم الإجراءات اللازمة له، وحتى يعني ما ينقل لنا مرض أثناء handling food أو preparation food. لابد من تعليم الموظفين وتجهيز برامج خاصة لهم فيما يخص مكافحة العدوى، وما هي المعايير الأساسية لتطبيقها، لابد التعليم training training training، هل كل شخص يحتاجه، خاصة في هذه المنشآت الحساسة، تقدم غذاء للمرضى كتقديمها الدواء للمرضى. فمن الضروري عمل برنامج كامل يشمل جميع معايير مكافحة العدوى، وتعليم وتدريب الموظفين جميعهم، والعمل اختبارات، عمل كورسات بسيطة، حتى يعني الواحد يشوف إنه أنا عندي في المنشأة، جميع يكون فيه وعي كامل في المخاطر وفي التقليل من نقل الأمراض المعدية عن طريق الغذاء.